علاج ورم العينين زي ما انت شايف كده. بص الفراخ عندك لو عينها مرغيه زي ما انت شايف كده مش هتلاقي كل الفراخ بالشكل ده، بعض الفراخ، لكن بقيه الفراخ زي الفل. هتلاقي بعض الفراخ اللي عينها بدات تبقى كده، ويمكن عندك كمان بدا عينها تقفل. طب هنا اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ بص في فرخ هنا اهو كمان زي ما انتوا شايفين برده عينها عامله ازاي، مرغيه خلاص هتقفل. ده بسبب ايه؟ هو ده اصلا بيجي منين؟ انا ازاي اعمل وقايه منه؟ يا دكتور الموضوع ده عامل لي مشكله. ونركز في نقطه مهمه، ان الموضوع ده لما بيزيد عن حده يبدا الفرخ ما بيشوفش اصلا، فبالتالي مش هيشوف ياكل ولا يشرب، بالتالي هيقعد يوم والتاني قطع اكل وشرب، اليوم التالت هيموت فيه. يبقى احنا كده من البدايه بنخسر. لا احنا مش عايزين نوصل للنقطه ديت، ومش عايزين نوصل للمرحله دي. في البدايه الاول، هو يعني ايه ورم العين اصلا؟ ورم العين اكيد مشكله متعلقه بالجهاز التنفسي. انا عاوز اختصر لك الموضوع بس كده، معنى ان يحصل ورم في العين او مشكله في العين اكيد مشكله متعلقه بالجهاز التنفسي. بالنسبه لفراخ التسمين، في بعض البكتيريات بتخش اصلا هي متخصصه انها تعمل مشكله في العين، بس ده مش في فراخ التسمين، في انواع ثانيه في اعمار اكبر من 30 يوم. لكن احنا النقطه اللي بنتكلم فيها في الفراخ التسمين، ورم العين بيجي من سبب ان مشكله متعلقه بالجهاز التنفسي، حصل لطشه برد خفيفه عندك او المناعه ضعفت عندك، دخلت الميكروبلازما وبعض البكتيريات اللي بتاثر على الجهاز التنفسي زي ميكروبلازما وبرانش من ايكولاي، عك معاك الدنيا، هيبدا يعمل لك ورم في العين، الفراخ ما تشوفش، البرد هيبدا يزيد معاك، ممكن لان العمليه تتعقد منك وتخش في فيروس اسمه فيروس الاي بي. فيروس الاي بي ده برده بيصيب الجهاز التنفسي. هبدا انا كده واحده واحده، هتلاقي نفسك بتخش في خسائر رهيبه، خسائر الريسك العالي اللي الناس بتقول عليه فراخ التسمين. في الاول وفي الاخر انا عامل لك الفيديو ده عشان ما نوصلش للنقطه دي ان شاء الله، او لو وصلنا للنقطه دي بحاجه خارج ايدينا يبقى العمليه والريسك والمخاطره سهله وبسيطه ومش كبيره. طبعا انا فراخي هبيع الفراخ بتاعتي دي النهارده او بكره، انا هبيع الفراخ النهارده او بكره، ففي بعض الفراخ يعني نسبه تقريبا 5% من الفراخ اللي عندي عينيهم وجعاهم بالشكل اللي انا لسه مريلكم، لكن بقيه الفراخ زي ما انتم شايفين زي الفل و10 10. لو انا خلاص كلها يوم والتاني وابيع، لا داعي انك تعمل اي حاجه في الميه غير انك تستعمل في الميه موسع شعب هوائيه بالليل ورفع مناعه الصبح، اول مكان كويس جدا. ولو انت عندك عدد فراخ قليل هتقدر تعمل العدد ده، تجيب ليمونه وتعملها في عين الفراخ ده عشان تفتح، او تجيب قطره من الصيدليه البشري اسمها ديكساترول ونقطتين كده في عين كل فرخه مقفوله. لو العدد اللي عندك قليل مش عندك عنبر عدد كبير هيفضل يمسك بالفراخ يحفر، تعمل الموضوع ده هتحل معاك الثلاث اربع ايام الباقيين وهنمشي الدنيا على خير. لكن لو فراخك بقى لسه عمر 25 يوم 24 يوم، لسه قدامك اسبوع وتبيع، هنا اتصرف ازاي؟ هنا طبعا لازم اكون انا هدي جرعه مضاد حيوي تنفسي، ولما ادي مضاد حيوي تنفسي عاوز حاجه جديده، لازم انزل الفراخ بتاعت حاجه اسمها دوكسي زائد تايلوزين. لو الفراخ اللي عندي ما فيش مشكله فيروسيه، ما بيشيلش نفر بالشكاره، يعني ما يكونش انت عندك 100 فرخ كل يوم يموت 10 منك مره واحده وتجيب مضادات حيويه، لا لازم هنا بقى تاخد فرخ من الميتين اقرب صيدليه بيطر ليك يشرحها لك. انا بحكي لو ما فيش عندك نافر والعين بتقفل، سحب علف يوم عن يوم بقل، كل يوم ولا التاني بتلاقي فرخه واحده ميته، دي كده نتاكد انها مشكله بكتيريه ما عنديش فيروس الحمد لله، لان الفيروس ليه تعامل مخصوص لوحده. حلو كده عشان نقدر نفرق ودماغنا تبقى شغاله كويس في الموضوع. حبيب قلبي انا دكتور متاكد ان هي مشكله بكتيريه ويعني عاوز اتصرف، هجيب مضاد حيوي اسمه دوكسي واحط عليه مضاد حيوي اسمه تايلوزين، هجيب النوعين مع بعض، نص جرام دوكسي على نص جرام تايلوزين، الاثنين مع بعض في نفس السقايه على لتر الميه الواحد، استعمله 12 ساعه، هستعمله 12 ساعه لمده 4 ايام، يعني كل يوم بالليل دوكسي على تايلوزين نص جرام على نص جرام على لتر الميه لمده 4 ايام. بالنهار لو انا فراخ عمر كبير هستعمل موسع شعب يوم ورفع مناعة يوم، لو فراخك عمره صغير استعمل كل يوم رفع مناعة وصد المضاد الحيوي، هتلاقي الدنيا بقت معاك لوز اللوز و10 على 10. ولو العدد عندك قليل هتقدر تحط القطرة دي في عين كل فرخ نقطتين كده، هيبدأ يفتح معاك والدنيا تمشي ويبقى الدنيا 10 على 10 ويا دار ما دخلك شر. الفكرة كلها فين؟ والموضوع أصلاً كبر معاك للدرجة دي إزاي؟ لأن إحنا اليومين دول بالأخص ورم العين منتشر جدا. ليه؟ الجو بالليل بيبقى تلج، فحضرتك بتقفل على الفراخ، بالنهار بيبقى حر، اختلاف الدرجات انت مش عارف تظبط الدنيا في المكان اللي انت بتربي فيه او في العنبر بتاعك، ده بيحفز نشاط البكتيريات اللي بتاثر على الجهاز التنفسي، فبالتالي انا ببقى اكثر عرضه للاصابه بالامراض التنفسيه الفراخ بتاعتي، فبالتالي نسبه ورم العين ده العين والفراخ تقفل عينيها بتظهر اكتر في اليومين دول. طب انا هنا اتصرف ازاي؟ انك تبقى حذر في موضوع التهويه للفراخ، يعني الفراخ الجو بالليل بيبقى برد والجو بالليل بيبقى ساقعه، ما اروحش انا عندي شباك بحري افتحه على الاخر، لا عندي شباك بحري
على قدر امكاني اهوي منه سرسوب بسيط جدا بحيث اغير النفس افتح شباك قبلي، يبقى انا كده بغير هوا. مش معنى كده ان الجو برد بره اخنق الفراخ جوه، لا، وبرده مش معناها ان انا افتح على الاخر اخليهم ياخدوا لطشه برد. بالنهار الجو بقى حر، مفيش مشكله ان انا افتح بحري سنتين ثلاثه، بدل ما تبقى سنه بالليل لا خليها بالنهار بما ان الجو حر سنتين ثلاثه، يبقى الموضوع اهو اسهل ما يكون. خليك بس انت حذر يعني في النقطه دي. انا غصب عني دخلت تيار هواء ساقع لقيت الفراخ كلها عمال تقعد يا دكتور والدنيا بايظه معايا، يبقى سريعا تتصرف وتجيب علاج مضاد حيوي تنفسي للفراخ اللي انا لسه قايل وتشتغل عليه من البدايه. هتستنى يوم والتاني والتالت الموضوع هيتعقد معاك وهتخش في قصه ملهاش اخر. يعني انا يعني بما ان اصلا موضوع البرد عندي برده الفراخ اللي انت شايفينها دي زاد شويه، بس صاحبي عارف عندي كويس، اي نعم النهارده بدا يقل شويه حاجه بسيطه، بس انا كده خلاص هبيع الفراخ النهارده فمش هتفرق. لكن لو انت لسه عمره صغير ما توقعش نفسك في غلط، الفراخ وهي عمرها صغير عمال احافظ قدر الامكان علشان الفراخ تقعد معايا اكبر فتره ممكنه، علشان انا مش عايز ابيع الفرخه كيلو ونص، عايز ابيع 2 كيلو، طب انا عايز ابيعها 2 كيلو وربع، يبقى انا براحتي. لكن الفراخ لو فيها مشكله مرضيه مستعجل يا عيني كل يوم عاوز تبيع لان في فراخ بتموت، السحب عارف قليل، كل يوم عمال تخسر، فعاوز تبيع باي طريقه، مش هتاخد راحتك في البيع والشراء، واللي يجي يشتري منك هيتنك عليك ودي فرخه بسركانه او بسرماني، وفي الاخر انت هيبقى ايه في وضع حرج، مش عايزين نحطك في الوضع ده، فنشغل دماغنا كده. ولو انت استفدت معلومه جديده في الفيديو ده يا ريت تعمل لايك جميل للفيديو وتتابعني، واهم من كل ده انك تنزل في الكومنت صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه وتم التسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايب قلبي عامل لك عرض اسمه عرض متابعه، ده بتابع في دوره الفراخ بتاعتك من عمر يوم لحد البيع، وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. بكلمك كل يوم في الفون، كل ما على الواتس انت بتكلمني بقول لك اليومين الجايين هنعمل كذا، اليومين اللي بعدهم هنعمل كذا، في مشكله عندك مرضيه، في فراخ بتموت، في نافه، دكتور محمد هنا اعمل ايه؟ اتصرف ايه؟ بتصور لي فراخك فيديو، هل كده الموضوع طبيعي في اي تعديل اعمله؟ هو ده تفاصيل عرض متابعه، تعمل ايه في الميه وتعمل ايه في العلف؟ هو ده تفاصيل عرض متابعه، وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. حابب تشترك معايا في عرض متابعه تنورني طبعا، ابعت لي رساله على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشه، ولا يا دكتور محمد انا عايز اشترك معاك في عرض متابعه وعندي 100 فرخ، عندي 200، عندي 1000، ايا كان العدد اللي عندك، حابين نسهل ونبسط الدنيا على كل الناس. حبايب قلبي تربيه الدواجن اسهل ما يكون، انا مكاني محافظه الاسماعيليه مركز القصاصين الجديده، لو انت قريب مني ومحتاج كتكوت زي اللي انا بجيبه كده واللي هو بيديك الاوزان اللي انت شايفها الجميله على الشاشه، برده ابعت لي رساله على رقم الواتس، قول له يا دكتور محمد اللوكيشن بتاعك فين بالظبط عشان اجيلك. لو انت قريب مني عندك مزرعه ومحتاج اشرف فطر برده لمزرعتك في نطاق محافظه الاسماعيليه، برده تنورني ابعت لي رساله على الواتس قدر امكان. حابين نسهل ونبسط التربيه، غرضنا من ان احنا نعمل فيديوهات ونصور فيديوهات ان انا في الاول وفي الاخر نوصل لجمهور فاهم ومتيقن جدا يعني ايه تربيه فراخ، يعني ازاي يربي، كل اساليب التربيه يبقى هو فاهمها، مش مجرد بيستعمل ميه وادويه وعلف وخلاص، لا الموضوع احسن من كده بكتير والموضوع اسهل بكتير. طبعا لا غنى عن الطبيب البيطري الموجود عندك في المكان اللي انت فيه، ولكن انت امتى تروح له؟ انت حاليا ممكن يبقى عندك مشكله ومش عارف هل اروح للصيدلية البيطري او للدكتور البيطري ولا دي مشكله يعني، او ممكن ما تعتبرهاش مشكله فتبقى قاعد في حيره، فقدر الامكان بنحاول نسهل ونبسط التربيه على كل الناس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.